بسم الله الرحمن الرحيم فقدنا الاب ديالي كما قلتي والاب ديال المغاربه كاملين هو كان اب حنون وعز وعزيز عليه ولداته الله يرحمه بدل اكثر من جهده باش يكبرنا وقرانا الله يرحمه في هذا النهار والله يجهله من اجل من اهل الجنه يا رب ترحمه مغاربة كاملين تيبغيوه عرفناه في هذه اللحظات هذه التليفون ديالنا ما حبش المغاربة كلهم كيتصلوا وكل شيء كيتصل بينا وكل شيء كيقول كي لنا الوالد ديالكم كان الأب ديالنا كاملين وكل شيء كيبغيه والله يرحمه هذا الشيء اللي غنقدر نقول لكم أنا آه. أب متواضع إلى أعلى أب متواضع وكيحب الم... كل شيء كيحب الفقير و... والغني وكيحب الجميع ومتواضع هذا هو الصفه اللي غنقول لك متواضع يعني بقى ديما في الظل ما تيقولش انا راني فنان ولا مشهور ولا يعني وصل فين ما وصل وبقى بواحد التواضع وتيبغي الناس وتتلقاه في جميع الجنائز كيمشي والمناسبات اي جنازه شي فنان ولا اي شي فنان مرض كتلقاه هو الاول الله يرحمه يا ربي كان ديما واقف كان رجل رجل ونعم الرجال الوالد ديالي الله يرحمك الله يجعلك من اهل الجنه يا ربي انا مأثر صراحه انا جيت غنقول لك ما الله يصبركم شكرا شكرا وصراحه ربى وليداته مزيان وعرفت بان في الفتره هذه اللي مرض فيها كل شيء كيسول من المغرب وخارج المغرب عرفت بان المغاربه كلهم كيبغيوه وصراحه قيمته كبيره غتبقى كبيره الله يرحمه وخلى واحد الارث فني اللي غيبقى كامل الناس غيبقى غيبقى عندنا في الذكرى ما عمره يموت بالنسبه لي انا غيبقى ديما عندنا في الذكرى برنامج برنامج بين البارح واليوم الاسم ديالو اه كي كيدور في المدن وكي الفنانين فنانين هو معروف عليه هذا الشيء معروف عليه بالجد والمتابره وتبارك الله كان مجتهد يعني انسان عطاه الكثير دعيو عليه بالرحمه الله يرحم لكم الوالدين شكرا بزاف باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي في معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس